طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أيها المتابعون وأيها الشعب السوداني، أسعد الله مساءك بالصحة والعافية، ومساءكم. نترحم على شهدائنا ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحى المصابين. حقيقة ما كنت عايز أطلع أسهر، لأنه إحنا عندنا عمل شغال فيه، وما حدث في ولاية الجزيرة أو في مدني بالأخص أصح الغول، وكان هزيمة نفسية حقيقة لضباط الصف الجنود في باقي الفرق والوحدات البعيدة من ولاية الجزيرة، وإحباط للروح المعنوية للشعب السوداني، وقتل الروح المعنوية للناس البعيدين خارج الوطن، لأنها الخطط العسكرية والاستراتيجية العسكرية لا يعرفها مواطن عادي. المواطن دائما بيعمل تقييماته بالحرب اليومية أو الانتصارات العاجلة المؤقتة، فما بنظر لأبعاد الحرب. فلما نجي نتحدث بلغة الحرب، الحرب فيها الهزيمة وفيها النصر، يعني انتصر في المحور ده واخسر المحور ده. في أحيانا بيستخدم أسلوب في الحرب يمكن لا يدرك أي مواطن. نعم، الخيانة العظمى الذي قام بها قائد الفرقة، وده شيء طبيعي. لا تخلى المجتمعات أو المؤسسات من الخونة والشواذ. فأنا رسالتي للمواطن، شير الرسالة دي، ودار أبشركم وأطمنكم، رغم الخيانات المتكررة في القوات المسلحة، الجيش لن ينهزم ومدني لن تسقط. يعني أنا قلت لكم امبارح، مدني ما سقطت. نعم، العدو دخل حقيقة بخيانة أبناء البلد، لكن ما استلم حتى المكتب اللي كان قاعد فيه كيكل ده. ده ما مكتب قائد الفرقة، ده مكتب رئيس شعبة الاستخبارات. فمدني لن تسقط، والجزيرة لن تسقط، مهما كانوا الخونة في الأجهزة الأمنية أو في الجيش. إن أنا قلت لكم الجيش ما جيش برهان، ولا جيش أبو قرون، ولا جيش كباش. إنه الجيش السوداني مؤسسة، والمؤسسة دي فيها رجال. أنا بقول للمواطن السوداني في خارج السودان داخله، إياك أن تتفاءل السوء، دايما تفاءل الخير، وظيف في جيشك الخير. يعني أنت شوف لك 9 شهور جيشك يقود عمليات ويقاتل، رغم الخيانة في داخله، ورغم الخيانة بتاعت أبناء البلد المدنيين الجداد البكاكي، مش الجداد اللث الكاكي، والمحاور الإقليمية والغزو والطعن في الظهر، إن جيشك لسه ظل ثابت متزحزح. أما الخطأ خطأ طبيعي، أنا بخطط بتخطأ، والنفس أمارة بالسوء. ما كل الناس رجال، في ناس بتغيرهم المال، لأنه قالوا المال بغير وجوه طماعة. فالناس تشير هذه الرسالة، إن الأوطان لا تقتلها الحروب، ما في وطن بتقتل حرب ولا كثرة الجيوش، إنما الذي يقتل الأوطان هو خيانة أبنائه. المجتمعات في الجزيرة وفي البطانة خانت أرضها وعرضها قبل أن تخون جيشها، لأنك أنت أول ما دعمت وليش ضد جيشك الوطني ده في حد ذاته خيانة. والحاجة المؤسفة، قبل دخول المرتزقة الميليشيات الجنجويت إلى مدني، كان المواطنون في مدني يقطعون الجيش المرتزقة بالمراكب، بدوه نفر نفر 2000 و3000 جنيه عشان يقطعوهم دخلوهم مدني. دي كلها كان قامت بها المواطن و قام بها ابناء هذا المجتمعات. فأنا لا أحمل ما حدث في ولاية الجزيرة للجيش، إنما يحمل الخائن، يتحمل هذا المسؤولية الخائن، والخيانة كانت مشتركة.
وفي غزوات كثيرة تحاصرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان حاضرون في غزو أحد من الغزوات، ولكن كان حصارهم وانسحابهم من ليس كان هزيمة. الواحد بعمل إعادة ترتيب رغم الانسحاب، وجات التعليمات، وده الدليل تعرف ان الجيش يكون جيش منظم، وان الجيش شغال بتعليمات، ما زي الميليشيات تنتظر تجيك تعليمات تقدم تقدم كما كنت كما كنت، ده الجيش. فأنا دار أطمن المواطن السوداني، سقوط مدني أو ولاية الجزيرة كلها لا يعني سقوط السودان ولا يعني انتصار العدو. فالناس تطمئن، الناس ما تكون مستعجلة دائما متفائلة الشر. خدنا حروب في دول وخدنا حروب في وطننا، ما في حاجة اسمها تسمع لي جداد القحاطة دي يا جماعة. والله الناس عاملين غرف عمليات بتفعلون بالدولار، مهمة يشككوا في برهان ويشككوا في قيادة الجيش ويشككوا ويقتلوا الروح المعنوية والحرب الإعلامية أكثر من الحرب الميدانية. الناس دخلوا فرقة لاحظوا في باب الفرقة طلقة ما في، يعني الخاين سلمون. أنا الخيانة دي ما بحمل مسؤوليتي للجيش، دي بتحملها القيادة الفرقة وأركاني والاستخبارات. كذابين الجنجويد ما دخلوا مدني بقوة سلاح، اتحداكم ما انتوا اجبى الناس، ما دخلتوا مدني بقوة سلاح، سلموا كلها مفتاح. والخاينة سلمكم، هيئة القيادة اتخذت قرار رميا برصاص امام جنوده امام الرجال عشان يبقى عزة وعبرة لغيره. ما في مجلس تحقيق، فدي تعتبر خيانة. أنا أعرف المواطن استخدم مع الناس يشير فيه هجوم على الله حيضربه حينضرب، إنه البصل واحدة بتعفن الشوارع كله، لا ده ما بصل، ده جيش. تجد فيه الطابور العميل النفس الدنيا فيه، ما بقول لك ما في، لكن لا يعني إن الجيش وسخان. وحتى الآن أنا قلت لكم ما تحكموا إلا بعد 72 ساعة، الآن 48 ساعة، بالأمس قلت الكلام ده. ال 48 ساعة، بعد 72 ساعة إذا الجيش ما رد مدني، أنا بعد ذاك بحمل هيئة القيادة المسؤولية. التحية لأخواننا في جهاز الأمن والمخابرات، والتحية لأخواننا في كتائب البراء والمجاهدون. ده اليوم الكوع فيه حمى والناس عرفت بعض والبلد ذاتها بتعرف أولادها. الآن مدني يتحدى كيكل ويتحدى الجنجويد، تصوروا مبارح في الكوبري أن يصلوا تصوروا مرة ثانية في شارع النيل ويتصوروا لي في مدني. أنا بتكلم عن الحاصل الآن. اوعى تجمعوا لي الاشاعات الكاذبه والترويج والحرب النفسيه بتاع اهباط الروح المعنويه في صفوف القوات المسلحه والشعب السوداني او الداعمين لها. وانا بقول جزا الله خير الاخوه في القوات المسلحه بعد ما حدث الحادث تعمدني انه صلحوا كميه كبيره من المصنفرين على مستوى السودان. وجماعة الإنسان يتحرى الصدق دائما، ما تجيب قوالات، وأياك أن تدعم عدو وتشكك في جيشك الوطني الذي ظل يحارب ويدافع عن هذا التراب، هذا الوطن، قبل ما يجيبوا أبوك وجدك وجد جدك. والدولة تحترم وتعترف بجيوشها ليس بميليشياتها. والشيء اللي بيحصل الآن في السودان بالتحديد وفي ولايتنا ولاية الجزيرة، ما قوة، ما دخلوها بقوة، دخلوها بخيانة. وانتوا عارفين الخيانة لو في البيت بتفرتق الأسرة. فأنا رسالتي للمغتربين والناس الخارج الوطن، أصبروا
وانظروا ماذا يفعل جيشكم. اذا الجيش ما رد مدني وما ردها وما حررها وما دمر الجنجويد ده تماما في ولايه الجزيره والنيل الابيض، بعد ذاك انا بقول الجيش طابور، الجيش خونه، الجيش عملاء. لكن الحرب فيها الكر وفيها الفر وفيها النصر وفيها الهزيمه. انسان ما بيعرف الكلام ده، ده انسان جاحد، ده انسان عدو لبلده. فنحن بنعرف الجيش وبنعرف شنو القوات المسلحة، عشان كده انا بشر الشعب السوداني. الهدف المقصود من مدني ما مقصود الجيش، مقصود المواطن، مقصود يزعزع من المواطن. دارين يخلق لهم اعلام ونصر اعلامي كاذب. الجنجويد دخلوا الخرطوم ما سووا شيء، سخنت فيهم ولعت فيهم، الان مرقوا منها، قنعوا منها عديل، ما قدروا يحكموها. مدني ما بيقدروا يحكموها، ولا سنار بيقدروا يحكموها، ولا دارفور زاد حيقدر يحكموها. انتظروا فاني معكم من المنتظرين. رسالة للشعب السوداني، انتظروا فاني معكم من المنتظرين. شوفوا جيشكم انتصر ام انتصر. الجنجويد قاعدين يعلقوا هنا في الكومنتات، انا ما شغال بهم، لو حضرتوا ولا اشتغلت بيكون شنو، انا غيمتوا. فانا ده ما شغال بهم، ده ردوا له انتوا. فالخطة الماشية بتاعت احتلال المدينة ويعينوا مدة كل شغل قايم باسر عرمان وحكومة قحط، حكومة السفارات الأجنبية. يعني أنا محتار في المواطنون البصفقوا للدعم السريع لحاضنته الجوازات الأجنبية. لما بدأت الحرب طلعوا جوازاتهم قالوا نحن أجانب. بعد ديتك كمواطن سوداني بدون استثناء تجي تصفق للدعم السريع وتقول أنا نحن معاك، انت صفقت للحريه والتغيير، صفقت لحمدوك، صفقت للقحاطه. يعني الان باسم الكيزان نهبوك، باسم الكيزان دمروا بنيتك التحتيه، باسم الكيزان اغتصبوك، باسم الكيزان نزلوك من عربيتك، باسم الكيزان نزحوك، باسم الكيزان دمروك، باسم الكيزان جابوا الغزو واحتلوك. يعني انت ما بتعاين القوه دي، لغتها جايه من وين؟ قوه جايه يعني قحاطه استعانوا بقوه اجنبيه ليحرروا بها وطنك، ليقتلوك بها انت، لينزحوك بها انت. وبعد ده ايها المواطن الضعيف تصدق ما يقول هؤلاء المنافقون الحراميه قطعين الطرق؟ ها؟ يعني لو هم صحينا دار لكم ديمقراطيه ودار لكم مدنيه، هل الخرطوم دي ما دمروا؟ دي دمروا الجيش، الجيش قاعد معكم كم سنه، هل دمركم؟ هل نزحكم؟ هل اغتصبكم؟ هل شردكم؟ هل دمر مصانعكم وشركاتكم؟ ها؟ سألتكم بالله المواطنين اللي في البطانة، المواطنين اللي في مدني، المواطنين اللي بيصفقوا للدعم السريع على مستوى ولاية السودان. قاعدين مع الجيش ده كم سنة؟ عمر بيد 30 عام. هل نزحتم كما نزحتم في عهد الجنجويد؟ هل تدمرت بنيتكم التحديه كما تدمرت الان بيد الدعم السريع الميليشيات التي تدعي الديمقراطيه المزيفه؟ والله لن تفسدني هذه الديمقراطيه. انا اتحدث من واقع، والله لن تفسدني هذه الديمقراطيه. وتصفي هذه الديمقراطيه المزيفه اللي بتجي بتدمير البلد، اللي بتجي بنهب اموال الناس، اللي بتجي باغتصاب الحرائل، اللي بتجي بانه تجلب غزو، حتى تجيب ديمقراطيه لسوداني اصيل. أي ديمقراطية؟ أبنك السودان الذي دمرتموه وحرقتموه هذا هو ديمقراطية؟ دمحك شعب؟ الشركات والمصانع نهبتوها، مشيتوا استعطفتوا بها ناس، أكلتوهم، أكلتوا بها ضعاف النفوس زيكم، مون أولادكم، أولادكم من تشاد، أولادكم من أقصى غرب السودان والقبائل التي تنتمي إليكم ساكنين أطراف الخرطوم بحجة أنهم مهمشين،
ما صدقوا، استغلوا فرصة انهم مهمشين، نابوا حق الناس، نابوا حق الناس، بيوت الناس سرقوا، عفش جرارات هذيك لا بتمن وتنحب، دفع عفش اسر مختربة لها سنين، تجي تدعون الديمقراطية، نعلت الله تغشاكم وتخشى الديمقراطية وتخشى من آزركم من أبناء الشعب الجبناء الخونة. أنا لا أوصفكم ولا أجد لكم وصف. أي مواطن في البطانة، في تنبول، في أبو دليب، في رفاعة، في الجزيرة، في أي مكان يدعم الميليشيا، لا أجد لك وصف إلا أنت إنسان مرتزق وعدو لنفسك ولوطنك، وذول خاين عميل وجبان. قلنا لك دي ميليشيا غزو جاي بتقاتل جيشك الوطني. نحن كنا متمردين خارج السودان بنقاتل في الجيش وعندنا خلافات محددة، لكن لما أدركنا حجم المؤامرة تجاوز الخلافات الشخصية وتجاوز تصفية الحسابات مع قيادات الجيش، أدركنا أن الحرب التي تدار في السودان مصير وطني يكون أو لا يكون، فقلنا أرضا سلاح، دخلنا السودان وواقفين بنقاتل بجميع انواع اسلحتنا، سواء كان بالاعلام، سواء كان بكلمه الحق، سواء كان بالنار، بكل الاساليب نحن قاعدين نحارب في العدو. يتحدى اي جنجويتي او اي جنجويتيه او اي قحاطيه جات وقفت قدامكم وخاطبتكم، قال يا جماعه هو يا مرتزقه يا ميليشيات جيبوا العربات اللي نهبتوها، جيبوا مال الناس اللي نهبتوه، ليه بتحتربوا بتغتصبوا حرائر الناس؟ ليه بتدمروا البنيه التحتيه؟ ليه بتعملوا كده؟ اتحداهم جميعا. ما بيذكروا الكلام ده لانه نقصوا مخططهم جاي ينفذوه، مخطط سياسه البنك الدولي الماسوني اللي هي سياسه التجييع والتركيع وتدمير البنيه التحتيه للوطن، حتى يجي داخل البنك الدولي ها يسيطر على الاقتصاد ويدينكم وياكلكم بالدريب. شعبي عزيز، شعبي كريم، شعبي يسمى رد القروش الذي استلفها نميري من الغذافي بجنيه الكرامة، شعبي لا يقبل الزلة ولا الهوان، لكن صحيح الوجوه بتغير المال بغير وجوه طماعة. هذا الحرب كشفت لنا أخوك وكشفت لنا أبوك وكشفت لنا أمك وأختك وزوجتك بنتك وولدك. الحرب بتاعت مصير وطن. نحن ما مرتزقة، ما بنجي بنرتزق الدين وقروش حاجة ندمر وطننا، ولا بنجي نقاتل جيشنا مهما بلغت حجم الخلافات بين القيادة. لما ندرك ان المخطط يريد يفككوا السودان ويدمروه بأيدينا، نحن عقلاء ما بندمر أبناء الوطن، لكن الغاز الجاي من تشاد والجاي من النيجر والجاي من ليبيا ما عنده طاقة، ما عنده هدفه يدمر. امبارح التوجيه حقه المعنى وقال لهم راح قوم نغني، ما قال لهم راح قوم نجيب الديمقراطيه. مدني فيها الغنائم، انتهت غنائم مدني بمشوا غنائم سنار. انت المواطن كل يوم فاز وجاري هارب بتخلي لهم. انت المواطن الان، الناس الان انت اللي اديتهم فرصه. انت اللي وريتهم انك انت جبان. انت اللي وريتهم انت ما راجل لانك بتجي تخلي حقك. يعني انت احسن من الناس الصمتوا وثبتوا مع الحرب؟ اسرتك وبناتك اشرف من هؤلاء؟ متى تقيف وترتكز وتثبت وتحمي عرضك وارضك؟ الرساله دي لاي سوداني بقول ان الجيش طابور وخونه، لا ما الجيش، هنالك طوابير معروفه، هنالك خونه معروفه تسمى بالاسم. طيب ماذا توصفون الدعم السريع؟ كده ادوني وصف للميليشيا، الناس اللي بيقولوا الجيش طوابير، ادوني وصف يليق بالميليشيا وافعالها، بعيدا عن العاطفه والمجامله والمناطقيه والقبليه، ادوني بس، ادوني وصف لميليشيا الدعم السريع وافعالها. ماذا تسمى؟ عرفنا الجيش في طوابير وفي خونه وباعوا مدني، دي بس طابور نفر واحد، قائد واحد بتاع فرقة بأركانه باستخباعه مدني. لكن تعالوا ادوني انتوا اوصفوا لي الدعم السريع، دعم شنو؟ الدعم السريع باع السودان وناب ثروة السودان
ودمر البنية التحتية حقت السودان الذي تعب فيها الشعب السوداني مئات السنين. عمر مصانعه وبنى مصانعه وبنى كباريها الدعم السريج الآن في شهور بس هدالي. دمر المصانع بتاعت البنية التحتية، دمر صك العملة، دمر البنوك، نهب البنوك، دمر الشركات بتاعت الانتاج المحلي. ده الدعم السريع. لماذا الجيش لم يدمر الكلام ده؟ إذا قلنا الجيش كعب، ادوني الجيش عمل شنو قبل ما تيجي حاجة اسمها دعم سريع؟ الجيش خطأه واحد وأنا أحمل هذا الخطأ، إنه تهاون وتماشى مع تمديد إمكانيات العدو بس، دي الخطأ ارتكبه الجيش. مفترض الجيش يحزم الموضوع. الدعم السريع ده مين سقوط نظام البشير يمسك حاجة اسمها دعم سريع دي ما خلت تتقوى، لكن الطابور الهسي بخون فينا ده هو اللي كان عامل تغطية لحميتي، وهو اللي كان بيمدد في حميتي، وهو اللي كان خلى حميتي يتمكن. نحن نحمل الخطأ لطابور، ما بنحمله لمؤسسة بتاع الجيش. الأخطاء فردية والنصر بيجيبوه الجماعة. أنا ما دار أي مواطن يجي يحمل لي خذلان بتاع الضابط، خيانة بتاع الضابط تم شراء من قبل الدعم السريع والإمارات، يحمل لي هذا المسؤولية لكل الجيش. انت عارف كلمتك دي بتقتل الروح المعنوية في وسط الضباط الصف والجنود اللي بيموتوا عشانك انت؟ ضباط صف وجنود بيموتوا عشان يحموك انت الهارب فازي؟ عشان انت تجي من برا تقول الجيش جيش طوابير وجيش خونة؟ ما تبقى انسان جاحد ونكار جميل. والكيزان الاسي بقولوا كيزان كعبين ديل عارفين لماذا الدعم السريع بتقول بتغاتلوا بفلول الكيزان؟ لأن الكيزان هم الوحيدين اللي عارفين الدعم السريع صنعوا، عارفين الدعم السريع بيقاتلوا من وين، وهم الآن باقي لنا شوكة حوت، وهم الآن بواجهوا في الدعم السريع هم بيقاتلوا فيه، صنعوا وابتلوا به، وهم الآن بخوضوا عرب بيقاتلوا. الكيزان ذاته لهم التحية والتقدير، لأن ده وطن، عرفوا الدعم السريع الآن جاي ينفذ مشروع جابوا فزع، يدمروا بالحركات، ما متخيلين إنه ده من أيام الدعم السريع ده ينقلب عليهم ويدمر السودان ذاته. ما متخيلين الكيزان انه الدعم السريع تجي جهات دوليه اقليميه تشيطن الدعم السريع تقلبه ضدهم وضد وطنهم. الدعم السريع تم شيطنته. الدعم السريع شيطنه وبقى يدمر البلد وينفذ المشروع. الناس زي يا جماعه اليمات دي مجندين 3000 بنت في صفحات في فيسبوك هدفهم يشككوا. مثلا زي خطاب ابو قرون ده هم يجي يقول لك الكيزان وانت كوز، وانا عارف ان انا الرجل الثوري معاهم وعارف ان انا ما عندي علاقه بالكيزان، لكن من بعد اليوم افتخر ان اكون كوز. الكيزان تركوا البنيه التحتيه وتركوا الامان للسودان. الكيزان عمروا وانتوا دمرتوا ما بنوا للسودان. ادونتوا المرتزقه الجنجويد وخونتكم السياسيين. الكيزان تركوا البنية التحتية والمصانع والشركات البنوك اللي بتنهوا فيها دمروا فيها. انتوا عملتوا شنو للسودان؟ ادوني بس. ادوني انتوا الجنجويد ده كلكم بحاضنتكم وبصعاليكم المرتشين والعملاء. بنيتوا مستشفى للسودان ده؟ بنيتوا مركز صحي للسودان ده؟ الشعب السوداني عرف الحقيقة. الشعب السوداني اكتشف حقائقكم. الشعب السوداني عرف نواياكم. انتوا تقولون ما لا تفعلون، خطاباتكم بس عاطفيه، لكن فعل ما عندكم. الكيزان اللي انتوا بتقولوا كعبين لما عرفوا الوطن ده رضيع الان ده كم جو يكفوا. ونحن بنقول طص العالم كله بامريكا والامارات اذا كان قاعد بتقاتل السودان بتدمر سوى باسم الكيزان. نتمنى ان يعود الكيزان. ونتمنى أن يغود الشارع الآن الكيزان، ونتمنى من الكيزان أن يجوا راجعين أن يدافع عن وطنهم، لأن الوطن بيضيع الآن الكيزان. لأنكم أنتم صنعتوا الصنيع وعارفين كيف تفرتقوها. أيها الكيزان تعالوا. لأنه جنجويتي كان دارت تجهجوا جيب لي الكوز. دارت تخليه يجري دنقاس جيب لي الكوز. لا
لانه ابن قدح بيعرف عض يا اخو. هم صنعوكم وهم خلوكم ترجفوا. الجنجويتي والقحاط كان يتاسر تركوز برجي من فوق لتحت. عارفين ليه برجف؟ لانه الكوز صنعوا عارف وعارف بعض من وين. ها؟ ما يقدروا. والله ما يقدروا على الكيزان صدقني. والله الكيزان ده الان لو ما انتوا الشعب السوداني طردتوه كده فكيتوه للجنجويت ده قسم بالله كده وروهم كده عمرهم ما شافوه. عشان كده انا بقول التحيه للكيزان في كل مكان. التحيه للكيزان في كل مكان. لانه انا ما زول جاحد ونكار جميل. انا بعرف ما قدموه الكيزان. الكيزان ما نهبوا البنوك والشركات. الكيزان ما حرام يا نعم باكلوا لكن باكلوا الشعب. ما جو دمر البنيه التحتيه والمستشفيات واحتلوا منازل الناس، الكيزان ما عملوا الكلام ده. ايهما افضل؟ احسن اللي بيحتل بيتك وبيشيل عربيتك والبنها بقروشك والبدمر بنيتك التحتيه والاحسن الكوز اللي بجي بعمر ليك وببني ليك وبياكل احسن ياتو. يطش شيطان تعقوا للضعفاء والمساكين بحجه الكيزان. وشيطان الجيش قلت ده جيش كيزان يا اخ جيش كيزان جيش برهان جيش البشير جيش شيطان نحن راضيانين بك شعب سوداني وفي عهد وفي زمن الجيش ده لم تهان كرامة الإنسان ولم تسكن بيوت الناس بتحتل ولم تنهب بيوت الناس ولم يدمر البنية التحتية ولم يدمر الاقتصاد الناس كانوا آمنين ومرتاحين ومغتربين وعايشين ومتعلمين ولم تغلق المدارس والجامعات ده في زمن الكيزان المصانع شغالة في زمن الكيزان المباني موجودة والناس مرتاحة في زمن الكيزان المستشفيات موجودة في زمن الكيزان ها؟ أنا داير أعرف في زمن الجنجويت البلد بقت شنو؟ مما جاء طحت صدقة من ثم قحط القحط طبعا جفاف وجد جنجويت والميليشيات جففوا السودان دمروا السودان نهبوا البلد ودمروا ونهبوا فتكوا بكرامة الإنسان أنا أتحدث عن واقع يعيشه المواطن الآن ولا ينكر هذا الواقع إلا مكابر مفترض تشكر القوات المسلحة إذا تهزمت في كل المعارك لأنها قدمت الغالي والنفيس عشان تحميك وتحمي عرضك. وانت يا مواطن ماشي تصفق لها ها ها ماشي تصفق لها. تصفق لمنو للمليشة ضد الجيش الحاميك وضد الجيش المفرك الامان وبتصفق للعدو الج دمرك ونهب بلدك واغتصب نسائكم وشال اموالكم ديك والداكات. الا تستحوا بكلمة الكيزان؟ فعشان كده رسالتي للمواطن شيروا هذا الرسالة انه فيه وجوب الله في شكله ضربوه شكله الله في انضرب الناس تشير وانا بقول كلمة حق التحية لقواتنا المسلحة والنصر لقواتنا المسلحة وحتما حتنتصر القوات المسلحة ان جات الامارات بجيوشها جات ليبيا بجيوشها جات جات بجيوشها الجيش السودان منتصر باذن الله الجيش السوداني يموت الرجال ويجوا ألف من الرجال الجيش السودان مؤسسة نختلف مقياداتها وتصرفاتهم والخونة والعملاء لكن اختلافنا ما بنسمح للسودان أن يتدمر زي ما حملته الجنجويت الجنجويت وميليشيا المرتزقة بقيادة أبناء البلد لم تأطوا أرضا أو تدخل منطقة إلا عاست فيها فساد والشاهد على ما نقوله أسأل المواطن الجبان أسأل المواطن الجبان البدعمة هل سلمت ونجيت مما يفعله جنجويت الكيزان؟ هل نجى بنك أو مصنع أو قسم شرطة أو بنية تحتية من محل ما يدخل جنجويت الكيزان؟ ألا تستحوا عما تقولوه في جيشكم جيش السودان قبل أن تقول الجيش خاون وطوابير تعال أسأل سؤال ماذا قدم الجنجويت الكيزان للسودان بس هنا بس هل قدموا لك بنية تحتية هل بنوا لك جامعات
هل بنوا لك مستشفيات؟ هل بنوا لك بنوك؟ هل جابوا لك؟ هل أمنوا لك؟ ماذا قدم الجنجويت الكيزان؟ انت القحاطي السوداني، وانت الجنجويت السوداني، وانت المواطن المرتزق العميل الخاين عشان حفنة من الدنانير تؤيد مليشيا تغتصب في حرماتكم وتنهب في بلدكم وتدمر في سودانكم، تكونوا انتوا السبب لأزيد جيشكم الوطن وتفرتك جيشكم الوطن عشان حفنة من الدنانير، وتتوهمون ان جنجويت الكيزان يحكمون السودان؟ كلا، الا على اجسادنا واجساد صرفاء القوات المسلحة. نحن نقبل الهزيمة ونقبل النصر. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا متى ييأس الشيطان؟ قال متى يعني متى الشيطان ده بيأس من هذا؟ بتيجي مرحلة بيأس ليه؟ الشيطان بيجي ساعة من اليأس. الزول لما يكون ماشي الله دغره وبصلي كثير وبتب كثير وبيجي الشيطان بيأس، لكن لما نستسلم للشيطان بيتهزم. فنحن متى تيأس الجنجويت والميليشيات وجنجويت الكيزان؟ مع عزيمه والصبر والثبات لابطال القوات المسلحه ولا ابناء السودان المخلصين لهمهم السودان، مش المرتزقه العملاء والخونه اللي باعوا ضمائرهم وانفسهم وغاب حفظهم من الدنانير. فالقوات المسلحه مصيرها تنتصر. انا داير من الشعب السوداني الخارج الوطن، لا تغيموا الانتصارات بالتغييم اليومي. انظروا لجملة المعارك، كم ولاية في السودان؟ 18 ولاية. كم ولاية في يد الجيش وكم ولاية في يد الجنجويت؟ واسألوا بعد السؤال ده، هل الولايات التي الان في يد الجنجويت التي سلموها الخونة والعملاء، هل مواطنة عايش في الامن والامان؟ هل مواطنة مرتاح كما عايش باقي ولاية السودان؟ ولا عجبكم فساد وإجرام وسرقة ودقهن؟ قالوا الكلب بريد خناق، قالوا الكلب بريد خناق، والناس تشير هذه الرسالة. وأنا رسالتي ده أوريكم حقيقة قد تكون غايبة عليكم. أدرك أن المواطن مستعجل ومغيم أن المواطن عانى، لكن أيها المواطن الشيء حصل لكم النزوح ده، ما تحمل مسؤوليته للقوات المسلحة للجيش الآن بغاتم أجلك. حمل نفسه حمل هذا المسؤولية لنفسك ولأخوانك اللي بدعموا الميليشيات، اللي بدعوا السياسيين قحاطة وبدعوا إنهم هم جنجويت وميليشيات بنظفوا السودان من الكيزان. أنت في زمان الكيزان ما كنت مرتاح، ما كنت في المرحلة دي، لكن المرحلة جبتها بيدك. والبشير قال انتوا بتقولوا تسقط بس، وكلمة تسقط بس كارثة. وقالوها الكيزان، قال يمين نسقط، ها قالوا يمين نسقط، تتقفل خلاوي القرآن وتشتاق العيون للنوم. وفعلا ده اللي حصل، كانوا أنبياء، لولا ربنا من عليهم وأداهم الحكمة والبصيرة ما كانوا عرفوا مستقبلكم وما آتي إليكم. نبهوكم عنه هذا الكيزان اللي بيقولوا كعبين. أيها المواطن السوداني الطعز، الكيزان منك وفيك أخوانك كلمة فقط عشان عيروبها، لكن الكوس في زمن أنت كنت عايش كويس، وطنك كان محافظ، كل الدول تتبهر، لكن نسيت عندك وطن مع الميليشيات. الخرطوم الميليشيات فسدت فيها دمرتها في أيام. أي منطقة دارفور كانت تسمى بأم القرآن والبلد آمنة؟ ما تشوف الحرب دي كان في حتات معددة، حرب دارفور دي. لكن أسألوا المواطن اللي كان عايش في زمن الكيزان. أنا رسالتي لكم، الجنجويت في جنجويت مدنيين طبعا، في جنجويت شفشافة، في جنجويت مواطنين منتظرين بس الجنجويت حقين السلاح ديل الحرامي تجادي يخشوا منطقة ويسرقوا وهم بيكملوا الباقي.
يعني المواطن الجنجويتي بقى بسبب حجة انه جيعان وما عنده شغل وحرامي شفشافي، ده الجنجويتي الحقيقي، ده اللي بيأيد الجنجويتي اللي بيقتل وبيدمر، ده اخطر جنجويتي مفترض تحارب المجتمعات. الجنجويتي الزي ده تحاربته كمجتمعات. وما يجي واحد يقول لي الكيزان سبب السودان دمار السودان، لا لا، الكيزان ما سبب دمار السودان، سبب دمار السودان انت وانا، لأن الكيزان لم يستورد شعوب من برا من الصين ولا شرق اسيا يجيبوهم يبقوا لهم شعوب ويحكموا، لا، كنا نحن انا وانت الشعوب وكنا بنصفق للكيزان وبنأيد الكيزان. يعني احنا شيلنا اصبعنا طبزنا بعيننا لما نقول الكيزان كعبي معناته احنا الكعبين، الكعوبيه ما في الكيزان. وهسه الجنجويد ما افعله بيد ابناء الشعب السوداني، بتمشوا بيجيبوا الجنجويد ده من تشاد، عارفين انهم جنجويد جاي من النيجر وتشاد، يا اخي الجنجويد الان بيصوروا بيقول لها يا زول ها تعال يا زول والله شوف الشذر والخضار السمح ده يا زول ها تعالوا جيبوا بهايمكم تعالوا جيبوا سعيتكم تعالوا للجزيره، الكلام ده شافوا زراعتكم ارض خضراء قال لهم تعالوا جيبوا، وبيجي امبارح ده مسكوا اسره في مدري قال له جيب ورق بيتك، وفي الخرطوم دي شالوا اوراق بيت ناس. الهدف من شيل البيت الورق شنو؟ لانه متوهمين انه الخرطوم دي ما حتتحرر، متوهمين انه انتصروا خلاص، متوهمين انه بيوت السماء حقت الناس دي حتبقى حقتهم بارده ليهم، ما بيعرفوا البلد دي فيها رجال. شوفوا القوات المسلحة دي كان كلها انتهت الآن الموجودة، حتقوم أجيال في القوات المسلحة دي وأكعب وأشرس من القوات المسلحة الموجودة الآن، وحتقضي على الجنجويت واحد ورا الثاني. حكومة الإنغاز ما سقطت تمرد الشعب والجيش، حكومة الجنجويت لو جات حكمت هي سقطت تمرد الشعب والجيش اللي بتكون. فدي عزيمة ثابتة في قلوب الرجال، فأنا ما بقيم الحرب وهزيمة الجيش وانتصاراته بشغل اليوم المؤقت. نحن بنغيم كيف بجملة المعارك. عندكم علم الجيش الجنجويد دخلوا مدني، لكن عارفين الجيش انتصر وين؟ بحك حك شديد في الدرمانات والخرطوم وبحر الناس ده خلاص ما فضل لهم حاجة، قريب بيطلعوا منها، لأنه المعارك لما تكون برا بتنفذ عنا الضغوط في الخرطوم. وفعلا انا رسالتي لاخواننا في الجيش الان، الجنجويد دارين يلتفوا بالنيل الابيض، دارين يجوا اتجاه المناقل ويجوا يضروكم بورا بالفرقه من ورا، الان عنده التفاف، الناس التفوا دي بالطريق الورا الطريق الغربي، عندهم قوه طلعت من القطينه من جبل اولياء ومجلس التفت بورا، دارت تيجي داخله بغا اتجاه الشكابه باتجاه كوبري البوليس، وتيجي داخلة باتجاه المناقل ودار تيجي تضرب الفرقة من ورا. الآن الكلام اللي بقوله معاكم ده، فالناس تاخذ الحيط والحذر وتكون جاهزة، والبلد أصلا في حالة طوارئ، أرض ومدفعية تقيل وطيران تقيل، والناس تبرك تواجه الناس في البلدان، ما تنتظرهم لحد يجوكم. علامات النصر أنك تمرك وتفتش الجنجويت والميليشيات، ما يفتشوك، اوعك تديهم فرصة يفتشوك، امشي فتشهم، لا تنتصر. سياسة الهجوم حقته اللي بيستخدمها دي الا تستخدمها، لانه الجيوش دي عندها اساليب متعددة، تكتيك عمليات متعدد ما واحد، لان طبيعة تدريبها وتأهيلها ما كله في السودان. المرتزقة الجاية من تشاد عندها تدريب قتال واساليب قتال متنوعة ومتحركة ما ثابتة. اساليب الجيوش اللي بتاعت المرتزقة الجاية من النيجر نفس الشيء، عندها اساليب متخرقة وما ثابتة متلونة، وعندك ليبيا نفس الحكاية وموريتانيا والدول. فانت الان بتقاتل في عدة اساليب للميليشيات وتكتيك للميليشيات، فيجب عليك ان تستخدم نفس الاسلوب عشان تهزمهم، لانه لما صنعوا الدعم السريع في دارفور في ظروف الحرب بتاعت الميليشيات الحركات كان هو يعرف كيف ياكلهم وبيعرف تكتيكهم، يعرف اساليبهم، استخدم نفس اسلوبهم او اقوى فانتصر عليهم. فاخواننا في القوات المسلحه يجب علينا ان نستخدم نفس الاسلوب
وانا بزيدكم اكتر من ذلك، بديكم اسلوب اخر تقدر تحزبه الجنجبيل. نستخدم نفس اسلوب سياسه المطارده، ونمشي في التشن ونهاجمهم ونلتف ونعمل كل الاساليب، ونحن عندنا خطه استراتيجيه ما عندهم. حنهزمهم. احنا عندنا طيران، هم عندهم طيران. استخدمنا لهم اسلوب، هاجمناهم وطاردناهم، الطيران يخشاب وشتت من احنا بيجي المطار نسفر لقطوا. هم دي ما عندهم. اذا نحن بننتصر، لكن لما نكون قاعدين مرتكزين في حته الدفاع هيجي يكسر فيك المدفعيه والنيران، مصيرك تنسحب او تلتحب خطوه خطوتين وبعد ذاك بخشوا. فانا دي رسالتي، الناس انتبه، والناس كلها في استعداد والناس صاحيه. دخول الجنجويد في مدن الله يعني الانتصار والهزيمه. لا تجيش. دي الموهومين. ديل بيتوهموا. والجيش منتصر وانتوا انتصروا. الجيش منتصر. وعاقد انتظروا واسمعوا كلام ابو قرون. تقول والله ابو قرون تقول بعلم بعلم الغيب. فتقبلوا تحياتي. والناس ترفع المعنويات. الناس ما تهبط الروح المعنوية في قلوب الجيش. لانه الجداد الالكتروني والقحاطة والعملاء المرتزقة والمرتشين بنات ورجال وكبار وصغار، ما عندهم وطنية عظيمة الضمير والنخوة والرجولة والأخلاق، هم بيشككوا في جيشهم الوطني الذي ظل حامي أبهاتهم وحامي بنيتهم ووطنهم مئات السنين. الآن عشان بس خطأ بتاع قائد واحد، قائد واحد بقى خاين عميل، تتحمل المسؤولية كل الجرائم التي ارتكبتها والفساد الذي ارتكبته انت، وارتكبوا المواطن الحرام الشفشافي الجنجويتي الشفشافي المدني اللي تأسي بتجي تكسر له وتخرب له وتجي يقول له تعال اسرق وانهب ده بيجي في شهر وطور هكذا، ده ما جنجويتي زيك، ما عنده فريق منك. دار تجي تتحدث فيهم. على كل حال ده ما حديثي. الحديث الدار اقوله اخير لاخواننا في البطانه واخواننا في الجزيرة وفي كل السودان. الناس تكون في استعداد. الناس تدافع عن نفسها عن عرضها وارضها. البكا والعويل ما بحل. البكا والعياط والعويل ما حل. مدني سقطت، مدني سقطت، الجيش باع، الجيش خاين. تعال انت المخاين اللي بتكتب في الكومنت الجيش خاين والجيش باع، تعال للميدان انت قدمت شنو؟ بطلوا التنظير والفلسفه. حجم المؤامره تجاوز مغدره القوات المسلحه، كان ده قلنا 100 مره. تجاوزها كيف؟ انا بشرح لكم. القوات المسلحه حتى الان لم تستعين بمرتزقه كما استعانت السعوديه بمرتزقات تحالفات عربيه، ولا اليمن ولا ليبيا، اي دوله في العالم دي في حرب استعانت بمرتزقه. عاد الجيش السوداني حتى الان لم يستعين بمرتزقه واحد. بيقاتل هو بس. والدول كلها بتدعم المرتزقه بالاموال وبالمجتمعات بالشعوب. الجيش السوداني ما في دوله قدمت له دعم اقتصادي. تيجي تقول لي الجيش جبان؟ تيجي تقول لي الجيش خاين؟ تيجي تقول لي الجيش باع القضية؟ ألا تتقوا الله؟ ولا زال الآن مؤمن لكم باقي السودان؟ عشان ما دخلوا الجنجويت مدني؟ إذا كان الآن المرتزقة في استعان ب 3 مليون جندي مقاتل من دول الجوار كلها جات غزو. فازع فزع. أين فزع كل الجيش؟ أين منو من المجتمعات اللي بيفزع الجيش الآن غير المستنفرين؟ فلهم التحية والتقدير والاحترام. معقولة حتى الآن المستنفرين من 45 مليون ما يكونوا حصلوا مليون؟ ها؟ تيجي تقول احنا قدمنا للجيش؟ دعمنا الجيش؟ دعمتوا بخشومكم؟ دعمتوا بتنظيركم؟ دعمتوا بفلسفتكم؟ دعمتوا بقتل الروح المعنوية اللي سبتوها فوق دي؟ عشان غلطة قائد واحد بتحفيرها تحملوها لكل الجيش؟ تحملوها لكل الضاغطين على زناد المسهرين في الخنادق؟ تحملوها لكل المقاتلين الخطا ده؟ تبثوا الروح المعنويه، تكتب الروح المعنويه في قلوب الجيش وقلوب المجتمعات والمستنفرين؟ ناس بيقول لكم وضع الان وطن بضيع.
انا ما داير اكتر، داير تساعد الجيش، امشي لبندقيتك وشيل سلاحك من الجيش وانزل مع الميدان، داير تساعد الجيش وما داير اشيل بندقيتك. اسكت، شيل خصمك ده، اصبر. وانا رضوان ابو قرون بجد صيغتي في كل ثانيه وكل دقيقه في غواده المسلحه، رغم اختلافي برايي مع بعض الغادات لا يفسد للوضوء قضيه. في النهايه اذا اختلفنا بالشعر بيننا بتلاقى في شارع الوطن ده مصير البلد. نختلف كلاميا باقلامنا بخشمنا مع بعض في اخطاء ننصح فيها بعضنا، انا انصح اخواننا في هيئه القياده، اخواننا في هيئه القياده نصحوني، شيء طبيعي. انا بغلطهم بغلطوا بذكرهم، لان المؤمن مراية اخي، انا مرايتهم هم مرايتي. نختلف لكن الوطن ما بنختلف عشان ندمر وطن، ما بنختلف عشان نشرد شعب، ما بنختلف عشان ندمر بنية تحتية، ما بندمر عشان نكون عمالة نبيع وطننا. فهؤلاء القحاطة والجنجويد إذا اتفقوا أكلوكم، وإذا اختلفوا ينزحوكم ودمروكم وشردوكم واغتصبوكم. وشاهد على ما يقوله أبو قرون، هذا الواقع، ما جبت كلام من عندي. أما الجيش قاعد صابر السنين دي كلها، الأحزاب دي تنهض. وعندي رسالة تانية دار أقولها، ودي رسالة شعبي سوداني ما عارفها. جميع مشايخ الطرق الصوفية التي نزل عندها حميتي وجماع حميتي، الآن جند لهم ضباط دعم سريع خارج السودان في مصر، عندهم اجتماعات في شقق وفي فلل تدار بحجة المديح والذكر، وهم يديروا فيها اجتماعات لدعم سريع، وقبضوا الدولار وقبضوا اليورو وقبضوا السريني وقبضوا الريال السعودي، وعندنا الصور وعندنا الفيديوهات وعندنا كل الاجتماعات. مشايخ الطرق الصوفيه جميعهم حاضرهم احمد عثمان المرغني. اي طريق شيخ بتاع طريقه صوفيه مرق من هنا. عشان كده بدا بهم شيخ اليمين، اليمين الشيطان وشيخ اليمين اشتروه، والشيخ الياغوت والشيوخ الفمضومبان وكل شيوخ الطرق الصوفيه، والناس اللي بيقول قالوا الرسول الله شفتهم، كلهم الامارات اشترتهم بواسطة شيوخ ورؤساء احزاب قاعدين لنا في مصر الان، قاعدين تدار حتى الشقق والصالات اللي بيدوروا فيها اجتماعاتهم، بيقدموا لهم ذكر وخطبه، وبعد شويه بيدوروا الاجتماعات السريه، ضباط دعم سريع لابسين طواقي وشايلين سبح بيدوروا اجتماعات، اجهزه الان، اجهزه تجسس، اجهزه تشويش، اجهزه دنيا، اسلحه، كلها بتيجي داخله عن طريق الطرق الصوفيه والمشايخ حقين الدين اللي بيشوفوهم اللي قاعدين في مصر دي. انا ابو قرون كل شيء جبته وكل شيء عارفه، وبكشف خطط كندي لكل المواطن السوداني، الا ما رحم الله فيهم من مشايخ واقفين مع الجيش السوداني. اي شيخ بتاع الطريقه الصوفيه بتاع خلوه بتاع قران موقف مع الجيش وقدم حيران وقفوا في هذا الحرب بتاعت مصير البلد دي، اعرفه شيخ طابور خامس ومرتزق ومرتش وما قبض الثمن. ما عندك اي مبرر، لانه قال من راى منكرا منكم فليغيره بيده. اذا ما غيرت بيدك يا شيخ بلسانك كلمه الحق، اذا ما غيرت بلسانك بالدعاء، مرقت برا مصر من هناك بسالك بلسانك توصل رسالتك. الاعلام ده قاعد، لماذا كلكم مجتمعين في مصر مشايخ الطرق الصوفيه؟ لماذا لم تقدموا الدعوة لشعب السودان وناصر قواته المسلحة ويقاتل المرتزقة ويقاتل الميليشيات وانتم موجودين في مصر، وتجتمعوا يوميا في صالاتكم، ويوميا في شقكم، ويوميا في فيلالكم، وكل الدليل وكل الشهود الفيديو انا عندي، وكان دارين بوريكم نفس من صوركم واجتماعاتكم انا عندي. بحذركم الشيخ محمد عثمان المرغني عامل فيه طرق مرغنية وطرق صوفية قاعد لنا في مصر، انتوا عملاء للامارات وخونة، وانتوا اللي بتدخلوا الدعم للميليشيات، وانتوا اللي بتديروا ممتلكات واموال الدعم للميليشيات، واجتماعكم الاخير كيف تدعموا الميليشيات في السودان؟ بواسطة من؟ بواسطة حيرانكم. الغور الخراوي اصبحت تحتضن المرتزقة بحجة انهم هم بيجوا مدنيين داريين يقروا القران، ومن هنا بيطلعوا يمشوا بيتسلحوا عشان يدعموا الجنجبيت. فاصبحت هذا الخلاوي مأوى للارتزاق، ومأوى لستروا فيه عن المجرمين والغزو بيجي من جاد. كل الخلاوي دي الان بيقروا تلقاهم تادين
وتلقى حيران تشاد وغزات ويقول لك انا سوداني قاعد وين؟ يقول لك انا قاعد في الكمبو، كان الكمبو في الجزيره في نهايه، تلقى تشادي، تلقى جاي من النيجر، تلقى جاي من ليبيا، كلهم الان قلبوا دعم سريع. يومات الشيخ خلوه كامل قال احنا اهل القران بنعلن دعمنا للدعم السريع. بدت من هنا واحده، المشايخ كلهم حميت الشرام، ودي اكثر شريحه كانت مؤثره في المجتمع لانها دينيه، بتستعطف الشعب السوداني العفوي اللي هو اللي بيستعطفه بالدين. ديل هم شو سمعه الدين. انا بوريكم حقيقه يمكن الدوله ذات استخباراتها ما عارفها. لانه انا عندي ناس جواهم شيوخ. وبيخافوا الله حقيقة وبورونه كل ما يدوروا ما يفعلوا، واندي لكم كل الملفات عندي لكم هدي، وحافضحكم بقى فضح والله تاني ما تجوا داخل السودان ده. كلكم ما يفعلوا عيال المرغني وعيال ما بعرف من الصائم ديمة وعيال منو ما بعرف، والله كل مسمياتكم عندي، كل المشايخ اللي قاعدين في مصر الآن اللي بيدعوا انهم طرق صوفية وعاملين حلقات ذكر ومديح معاهم كبار من الليلة، الليلة الساعة 7 عندهم اجتماع مع الإماراتيين، الليلة كلامك أبو الساعة 7 مساء عندهم اجتماع مع الإماراتيين والضباط في الدعم السريع الآن موجود في مصر. الهدف منه عندهم أجهزة، والأجهزة إحنا حنقبضها. متبعينا مشت وين؟ وداخلة بوين؟ جات أسوان، جات بليبيا لما اكتشفناها ودوها رجعوها مصر. بعد مصر تاني رجعوها جابوها اصلا لما اكتشفناها، قالوا طريق حلفة كعب ودوها وين؟ ودوها ايدفو. من ايدفو حتمشي بورسعلم وحتخش بحلايب بشلتين، وداري غيروا برضه ظلنا متبعها، حيغيروها حيجي يدخلوها وين انتوا عارفين؟ حيجي يدخلوها بنهر النيل، مرات تخش عن طريق المناجم، عارفينها بتخش بين، ونحن معاها باذن الله حنقبضها. كل ما يفعله احنا عارفينه، اجهزة التشويش، أجهزة التشويش للادارات، أجهزة التصنع والتتبع. زي شغل الشيخ اللمين. أنا بقول كلمة حق. كنتوا ما عارفين؟ أنا بوريكم الحقائق الآن. الأزل بلد ده ما رجال السودان ده. وين مزمل الفقير؟ أبسط واحد زول قال بيتكلم. وين مشايخة الدين اللي بيقولوا الله قال والرسول قال؟ وين المشايخ اللي بدعوا الشعب السوداني بالدين والروح عشان يلتفحوا لجيش الوطني ويكشفوا له المخطط والمؤامره التي تحاكم مصيره ومصير وطنه؟ وين مشيتوا؟ لبتوا وين؟ خلاص صمت افواهكم بالقروش. بعتوا حيرانكم، بعتوا دينكم، بعتوا قببكم، خلاص بعتوها. انتوا اللي بتشوهوا سمعة الدين، وانتوا اللي بتكرهوا الناس الدين، لكن بقول لكم الدين لله. انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون. الشعب السوداني محتاج لدقن ولا تاني محتاج للقبة، لان الحرب دي فلترت البشر، فلترت من المسلم، من الشيخ الحقيقي، من الكذاب، من المنافق. انا من هنا بقدم تحية خاصة لكل الشيوخ اللي مع القوات المسلحة، ولكل شيخ طريق يقف مع القوات المسلحة انا بقدم له التحية والاحترام. هذا الحديث انت ما مقصود به الشيخ الواقف مع وطنك، الشيخ الواقف مع الكلام ده انت مقصود به، لكن مقصودين به الشيوخ الاس باسمك مشوا الان قاعدين هناك. الشيوخ اللي بمشي بزورهم الشكيك اللي بيلبدوه عندهم وبيصلوا عندهم وبيطبحوا له هم عارفين دمهم. عشان كده رسالتي لكل الولايات، اي خلوه في ولايه اتحروا مع الطلبه الحيران البقروا من وين انتوا؟ ومن الشيخ البقري، واي طلبه الخلو ده عدوا الشيوخ البقري ذاتهم واحد اثنين كم طالب، لانه معظم الطلاب البقري ذيل هم دعم سريع بحجه احنا دعم سريع. يومتها لما انضربوا مروي دي ناس ما مسكوهم جابوهم قال لهم انا هكون جاكم ملصوا كاك هكون كاك، وقسالوهم قول احنا حيران جينا نقرا القران لحد هربونا ودوهم. ذيل العملاء عملوا الكلام ده. مصير البلد ما في مجاملة. انت الشيخ قدمت شنو للبلد؟ البلد الان محتاجة لك توعي المجتمع، تقدم الرسالة المجتمعية التوعوية، وينها ما قدمتها. الكلام ده كله احنا كشفنا عرفنا، ما تقولوا ناس انكم الحساب جايكم كلكم باعتباركم جنجويت.
في ناس عامل فيها محايدين، انت ما محايد، انت اصلا ما محايد، انت نعم ما دعمت الباطل، ما وقفت مع الحق، انت ما انت ما دعمت الباطل لكن خذلت الحق، معنى شنو؟ انت ما جيت بنفسك الشيخ وقفت قلت لبست بدلة عسكرية وقفت مع الدعم السري، لكن خذلت الحق لانك شايف الباطل وما نظمته، ما تكلمت فيه، وما نصحت اللي بيعمل الباطل، ما نص كلكم ما شفت لي شيخ مرق اذان ما يفعله الدعم السري. خلينا عرفنا حركات دعديل الناس هجموا اللايف يا جماعه، الناس تشير يا جماعه، في هجوم شديد، هجوم ثقيل، الرسالة عارفة حارة مرة، عارفة مرة، لكن دي الحقيقة. الآن احنا مشايخ الوكر بتاعت الخلاوي والقبب بيجا مرتع للميليشيات الجنجوية، حميتي ما دخل ولف السودان ده وصلكوا إلا بحجة المشايخ والعقود اللي دارت الأهلية، حميتي ما مكن الميليشيات ومكن الطوابير والجواسيس وتدمير السودان والعملاء الا عن طريق الشيوخ والقبب والدجالين والمنافقين والعملاء الإدارة الاهليه. الشعب السوداني انت شيخك واحد هو الجيش حقك ده. ده اللي بيأمن لك وطنك وده اللي بيوريك الحقيقه وده اللي بيقاتل في اعدائك وده اللي بيرد لك امانك اللي انت فقدته وده بيرد لك حقك اللي انت ضايع منك الان. يوم احنا شفت لكم شيخ واحد قام ادان الدعم السريع وافعاله كلهم بناس المرغني بناس الصايم ديما بناس بقبة بناس الشيطان كده قوم قاموا ادانوا الدعم السريع ده، قالوا الدعم السريع انت هو يا حميد تلبس سيف ضغط هو يا مليشيات الدعم السريع هو هو، ما قالوا في جهاد، الجهاد ده مش للمسلمين، انتوا الشيوخ ما مسلمين ما لكم بدل تجاهدوا في سبيل الله. ها بيوتكم ما فزتوا خليتوها، خلاويكم ما فزتوا خليتوها، متى تجاهدون في سبيل الله؟ من هنا انا بعرفكم انتم منافقين مشيوخ، من هنا انا بعرفكم دجالين، دارين الدنيا غاشين الناس سايقين الناس بقببكم، نحن شيوخ ونحن الله قال والجهاد، تزيجوا الناس في النار وانتم تمشوا ترقدوا في العسل وفي الترطيبه. الجهاد ده مفترض انت اول زول زول الدين ده شيل سيفك وتجاهد، حتى انا اجي بعد ذاك الوراك الحيران والمشايخ نجاهد. اوعى تتعاطفوا لي مع ناس الدين، وانا متاكد المجتمعات الان تم تسيطر عليها بعقول بناس الدين ذاته. هو يا جماعه انتوا حيران ادعموا النازل، والله داري غير النظام ده فاسد، ده خطاب سري بيتم سري للمجتمعات للحيران، والحيران بوصل رساله للاداره الاهليه، والاداره الاهليه بتنفذ الرساله لدعم الميليشيات بطريقه ما مباشره وغير مباشره. بتجي الرساله كده، لكن المواطن لما يدرك الحقيقه ثاني ما بيدعمون. فانا داري يا مواطن ابتعد لي من حيث ما طرق صوفيه وقبب واداره اهليه. وطنك الان انت تضيعهم ده كم مشوا مرتاحين بعيالهم، انت المواطن ولدك بموت في خندق واقتصادك مدمر وانت الجوع كاتلك وانت نازح وراقد لي في مدارس وراقد لي في ارصفه، والشيخ القبيلة تمشي لي قبته دي ما لمست سكنتك ومحامتك من الجنجبيت والمرتضى الحرامي دي. ماذا تقول أيها الشيوخ والدجالين أهل القبب والطرق الصوفية في أفعال الدعم السريع وما تفعله الدعم السريع الآن، والغحاط والحرية والتغيير والعملاء والخونة الذين جندوا جيوشهم واقتصادهم، سخروا كل اقتصاد دعم المشاهدة تدمير السودان وقتل المسلمين وتدمير الإسلام، ماذا تقول؟ ماذا تقول أيها الشيوخ والقبب على مستوى السودان؟ أكثر ناس مجتمعاتهم القبب والشيوخ على الطرق الصوفية، وين اختفيتوا؟ ها؟ ما قلتوا نحن جاياك يا بشرى وداك بدي الجنى وده بدي الراجل للمرأة وده بيحمي وده بحجب، وين مشيتوا؟ تاني نشوف لي مواطن يمشي يجيب لي في قبة ولا يمشي يقول لي شيخي فلان ولا شيخي علان؟ امشوا مصر شوف اسم سوداني في مصر شوفوه، شوف الشيوخ دي كثرتهم كيف، والله انا تلفوني تاني جوا خلي كان نجيبه، والله نوريكم صور وكان شفتهم كروشن صمتوا
لما حميتيه كانوا قاعدين لانه كان بياكلوا محاميهم، لكن لما حميتين جغم قال احسن هو نمشي نامن وضعنا برا، وفزوا شالوا عيالهم وقفلوا خلاويهم وقاموا. صحيح ولا انا غلطان ولا انا كذاب؟ ويا مواطن فتح عينك، ويا مواطن وفتح عينك، انا ابو قرون اللي بيشوفني ما شيخ ولا بتاع قبه ولا بتاع اداره اهليه، انا زول مواطن سوداني عادي، ربنا ابصرني في طريق الحق واداني كلمه الحق. ده جهاد، ده جهاد، الجهاد بكلمة الحق أقوى جهاد. بوصل رسالتي للمجتمع الماواعي الجاري بسبب الدجالين الشيوخ ده، الناس أشركت. أنت بقيت مشرك، خليك من تقتل وتنهب تاني. بسبب الدجالين الشيوخ ده الناس كلها مشركين، ناس الدعم السريع ده شاريين حجابات أشركوا كفروا بربهم بسبب الشيوخ ده. داير تأمل ليه شيخ ومشرك وبيعلم الناس الشرك؟ داير تأمله ليه؟ داير تأمله تقول لك ما بيعك واشرك بالله، وباع الدين حقه وباع اخلاقه وقيمه، ما يبيعك انت. شنو انت السوداني المواطن ده؟ باعك لك جويد الشيخ ده والاداره الاهليه ده ذات واسي ما سيدي امسك في سيد كنت هو. شيخ اللمين القاعد ده غاشي ناس كتار الان، وهو ذاته عامل غطاء، عامل غطاء الاماراتيين وغامل غطاء الدعم السريع، عارفهم وكتار من شيوخه بيجي يستعطف الناس. عشان كده الان الوطن ده ما ضيعوا لكم الا ذيل، وما خذلونا وخذلوا الجيش الا ذيل، لانه الجيش مشغول مع الحرب. لكن التوجيه المعنوي كان هو مفترض يقدموه مشايخة الدين ويفتوا ويعلنوا الجهاد ويحللوا الحلل الله ويحرموا ما حرم الله ويوعوا المجتمع نحن الحرب دي شنو وطبيعتها شنو، والمفترض المجتمع السوداني الان يعمل شنو، لأن أكثر شريحة مؤثرة في المجتمعات وعقول المجتمعات. لكن المجتمع السوداني فقدكم بعد الوطن يتنظف، ده أنت راجعين تاني تفتحوا قبابكم دي، والله أنا هدا قبة قبة، كان القيامة تقوم قبة قبة نرميها. وتاني الشيوخ حق القرآن ده ما في زول يدرس قرآن ده تاني الشيوخ، إلا الشيوخ اللي قاعدين هسه صبروا في الحرب دي ودعموا جيشهم ده ووقفوا مع شعبهم، ديل ديل اللي يستحقوا أن يجي يعلموا الناس، لأنه عرفوا قيمة الدين وعرفوا قيمة الجهاد وعرفوا قيمة وطنهم والقيم والأخلاق. لكن الزول الفزة ده أداكم قريب بتنتهي بكرة، بكرة بتنتهي والله، القريب دي كلها تنتهي. مش الريال والدولار اللي أنتوا عندكم ده، ال 17 شنطة اللي أداكم لها امبارح دي هتكمل. ها قول أبو قرين جاب نعرف كيف 17 شنطة على كل حال، أنا وصلت رسالتي للمجتمع السوداني، تفهم ما تفهم دي مشكلتك، شيل اللي بيفيدك والما بيفيدك ادعوا قبله، قصوا كلام وقولوا ما بفرضوا عليكم، لكن ادعموا جيشكم، ما تقتلوا جيشكم ده الآن هم الشيوخ، جيشكم ده هم الآن بيدافعوا بيقاتل عشان يحمي إسلامكم ويحمي حضارتكم ويحمي قيمكم ويحمي عروضكم ويحمي وطنكم ويثبت دولتكم. ده الجيش الاس بيقولوا جيش كيزان ده الاس بيقولوا جيش فلول ده، لكن الجنجويت اين قيمون؟ سون مشرك بالله، تخيلوا كل حجابات، ما بعرف الله ذاته، بعرف شيخه وحجابه. انت بترجع منه شنو ايها المواطن؟ زود ثقافته النهب، القلع، السرقه، الاغتصاب، كذا الدنيا حتى الجنجويت دخلوها ما دمرها الدوني له. الجيش ده ما قاعد يخوض مناطق كثيرة، الدوني ده ما رجيش وده ما رجيش. أوه يا ناس تقوا الله، وقفوا مع جيشكم وناصروا جيشكم. فدي رسالتي لكم، كلام اللي قاعد أقوله أبو قرون ده ها أمشي شوفوه مع الواقع، طابقوه مع الواقع، بس شوفوا انتوا عايشينه وكلام يلامس الواقع ولا كلام أبو قرون قاطع من راسه. انتوا ذاتكم كده اسالوا انتوا بنفسكم اسالوا الناس المشهورين، وكل الدليل اللي بيقول ده مسؤول منه عندي، اذا دارين يقاضوني ذاته انا عندي الدليل لهم، القروش اللي قبضوها عندي لهم، اجتماعات هنا عندي لهم، انا ذاتي جاهز، ناس الطرق الصوفيه جاهز لكم، انا كلام اللي قلته ابو جاهز،
زي ما انه الامارات بتدعم الميليشيات عن طريق ليبيا وعن طريق جاد، انا ذاتي جاهز، عندي المستند وعندي دليل، اي شغل غانم انا جاهز فيه، وبالنيم عارفكم. انا بتكلم ساكت، الحركات اللي قبضت تمن ذات من الامارات انا عندي الدليل، العملاء والخولة. انا اقول لك انت، انا دائما اتعودت انه اسمي المسميات باسماء الحقيقيه. العدوى اقول له انت العدو، الاعور اقول له انت الاعور، ما تعلمت انه نجي بقى لا في بورا. طبعا حديثي ده بحرق الجنجويد والقحاطه والطوابير والخونه، نار نار في قلوبه. شفت البندق دي تضرب بندق تخ، ولا تقول كلام حقيقي توريك تفضحه قدام المجتمع السوداني. طب ابدر زول يفضحهم، ده باكل عيشه، انت كده قطعت لهم اكل عيشهم. انتوا عارفين الزول اللي بدي التوجيه المعنوي ده والبوع الناس الحقيقي بدون حقيقي، ده اكعب من الزول بخوض حرب وعمليات. انتوا عارفين الزول بيكشف سر العدو، انتوا عارفينه ده اخطر له من الزول اللي بيقدروا بواجهه بالعمليات في الحروب، لانه ده هو بيجي بقدر يكذب ليك ويستعطفك عشان يحكمك، وانت بتكون كشفت سره وكشفت حقيقته خلاص، فشلت له مشروعه. لانه المواطن لما يكشفك انت يعني دار تستعطف وتصل تتمكن وبعد ذاك تقضى عليه، ده نبقف معك. فمشروع الجنجويد ده في ناس اللي ما عارفينه هم هدفهم شنو، ما عارفينه بيجون بالكلمة الطيبة بيستعطفوه من احنا معاكم وما حنعمل لكم، وبعد شوية تلقى قلوا عربيته وذيك تلاوة اغتصبوه، وبعد شوية بتلقوا له واحد ولا الثاني، ما بيجيبوا بتلقوا كلكم مع بعض عشان تشوفوا شايفينهم تقولوا الأعداء. بعد ما هم استقروا خلاص كله حبيب تلقوه بطريقة انفرادية في بيته، هو يجيب اللي عندك، جيب الذهب اللي عندك، انزل العربية تخبك تلوك بنهبوا بنوكك، بنهبوا شركاتك، البنوك والشركات بنهبوا مواطن، بنهبوا جيش، بدمر الجيش. وهم جنجبيل، لماذا لم تحرق ولم تدمر قبل ما ياتوا الجنجبيل؟ ها؟ ما قاعده، ليه ما تدمرت؟ ليه المواطن ده ما نزحل لما جه الجنجبيل؟ عشان كده رسالتي لكم، ادعموا جيشكم، وقفوا مع جيشكم، وما تيأسوا، واكرموا جيشكم، والجيش ده محل ما يقول لكم فيه بتحسوا بالامان، وامرقوا مع الجيش. اوعى تسمعوا كلام جنجبيل واحد، ولا تسمع ليه كلام قحاط واحد. شوفوا الخطابات اللي في الفيسبوك والمنشورات اللي في الفيسبوك دي اسمها الحرب النفسية. الناس تسيب الفارغة تجيهم مع جيشكم، يعني دي اسمها الحرب النفسية. الناس انتوا عارفين الامارات مجندة كم شاب وشابة، مجندة 3000 شاب وشابة، دين هدفهم شنو؟ قاعدين ماسكين لهم كمبيوترات وموبايلات، هدفهم يعملوا صفحات بتاعت فيسبوك وينشروا يشككوا في برهان خاين وغايد الفرقه، ويستغلوا اي ثغره، والجيش طوابير والجيش كيزان، ولازم يتغير البرهان ولازم يحصل انقلاب ولازم يجي، ودائما واحدين مهمتهم يشكوا الدعم السريع، يا سلام الجاهزيه يا اسود، واجيبوا الديمقراطيه، احنا قاعدين فلول، نحن بنسوي المجتمع الدولي، ده كله شغلهم. ديل بيشكروا في العدو بتاع الوطن والجنجويد ميليشيات، وديل بيحاولوا يقتلوا الروح المعنويه في المستنفرين، ويقول لك الجيش ما في جيش كيزان، وده جيش فلول، والجيش ده لا ينتهي، ده كلها غرف الكترونيه بس شغاله بقابضين ثمنها. وانت المواطن بتقعد تقرا في البوسترات، اي بوستر جاك انت بتشير للمواطن، المشكله انتوا المواطنين لو حاربتوا ديل تحاربون كيف؟ اي بوستر يجي زي ده مشي ما تشتغل به ولا تشيره. بوستر مكتوب او فيديو يتكلم ضد الجيش ما تشيره، عشان الناس ما تعرفه، لانك انت بتكون تشيره الناس بيعرفوا، يا دوب بتقتل الروح المعنويه في قلوب الناس. عسكري بتاع الجيش لو شافه قرزت الروح المعنويه، انت بتقوم ترد، بيجي رد فعل من ده يقول لك ما في صحيح جيش. في ناس بيصدقوا، في ناس عقولهم ضعيفه، في ناس بيصدقوا كلام الناس. يا جماعه الان في حرب نفسيه، دول شركات عديل اسرائيليه اماراتيه بتاخد دولارات شغلها بس في التواصل الاجتماعي وسوشيال ميديا والاعلام بس. نصورهم كله بالاعلام، بيخشوا حته يصوروا فيها سريع وبعد دخلوا الباقي للاعلام. يروجوها يعني كان دار تعال لك حرب في الفيزا ما تلقى الا كلامهم. فهمت؟ فدي حرب النفسيه، يجب على الشعب السوداني ان يوعي ويتجنب الحرب النفسيه. لانك بحربك النفسيه دي تتهزم جيوش.
بتقتل الروح المعنوية وسط قلب جيشك. فعشان كده انا دايرك ما تشتغل بالحرب النفسية. هسه انا كلام بتاع حرب نفسية بقى اشتغل به. انا حاجة واحدة زعلتني وقلت كلمتي فيه قائد الفرقة انسحابه. لانه شنو؟ اشتروا. انا بحمل الجريمة لانه باع البلد. باع مدني هو، ما باع الجيش. عشان كده انا ما داركم تشتغلوا بحرب المواقع، اعترفوا بحرب الواقع. ومصير الجنجوي تتهزموا، ومصير الجيش يحرر السودان، ومصير الاحتفالات تعم البلد. لانه جنجوي تاني معاهم مسامحة ما في، ما في. بعد النهي بتدمره. خرطوم حقت شعب اخترب آلاف السنين، قاعد عايش في أمن وأمان، دخلوا على جنجويت الآن شردوا منها خلوها قاعدة. وقال حميدتي الله الخرطوم يسكننا الكدايس. يا أيها الشعب السوداني ما تلفظوا الألسنة تحملوا الغلوب. أي زول شفت كلامه في غاية مدق في قلب الناس ديل. الآن شفت تصريحاتهم وعنيتهم. المشكلة أفعالهم بتفضح أقوالهم بس. وكيكة للطرطور ده، كيكة للخاين ده، والتعاليق الجريمة الحرامية بتاع أبو دليك وعرابض البطانة ولاد البلد الخونة اللي ما عندهم نخوة ولا عندهم ريوع عندهم وطنية، اللي بيدمروا في بلدهم وأهلهم، اللي بيجيبوا العدو من شاد لأهلهم. ديل أعداء أكعب من الأعداء اللي بيجيهم برا. أنا دول بلد قال لكم في قصة بحكي لكم صغيرة. أراد الغزو أن يغزي قرية، وجمعوا جيوشهم وجا القرية، والقرية دي وعرة، دبابات ما بتدخلها، عربات ما بتدخلها إلا على ظهر الحمير. جيش دين زي كركب حمار، الحمار بطلع الجبال دي بيجي، فلم يستطيع دخولها إلا على زحور حمير هذه المنطقة. وما أكثر الحمير لدينا، وما أكثر الحمير لدينا الذي أدخلوا إلينا الأعداء. تخيلوا نحن البلد دي ما في عدو دخلها ولا إلا على ظهور حمير أبنائها وظهور بناتها ونساءها ورجالها. الوطن ده ما حق الجيش، الوطن ده للسودان. إذا أردتم وطن أيها الشعب السوداني داخلي وخارجي، فأقفوا مع جيشكم. وإذا لم تريدوا وطنا ودارين تدمروا وطنكم وتفقدوه، فأقفوا مع الميليشيات. ما في أي مبرر يخليك تدعم ميليشيا إلا المال، إلا الارتزاق. بسبب خليك تدعم ميليشيا ده إلا الارتزاق. حتى الرسالة دي لأهلنا في دارفور، ما في سبب واحد يخلوكم تتجابنوا وتقوا تتفرجوا الوطن بضيع. ما في حجة، ما في منطق. لا تدعموا ميليشيا ضد جيشك والوطني مهما كانت الإغراءات والمبررة. فدي رسالة أبو قرون. وتاني ما تتصلوا لي تقول يا زول اطلع اتكلم خلاص. أنا آسف ما دار أسهر وهذا اتكلم، بيدقوا لي تلفونات بعزبوني اللي يجبروني وبيحلفوني. نظيم ما دايره أنا. إذا ألف دي أبو قرون مرة بيتكلم وعي المجتمع هذا كان بيعه وعرف الحقيقة. لكن رسالة أبو قرون دي بيعرفوها ناس محددين. لو الرسالة متأكد أنا وصلت المجتمعات دي بتوعه بتدريكه وبتجيف وبتدعم جيشها. يا جماعة احنا كشعب سوداني، وانا بنقول لمجتمع الشعب منتسبي الشعب السوداني محتاجين لتوجيه معنوي كافي. والتوجيه المعنوي ده مهم شديد لأي مجتمع، لأنك بتكون عارف الحقيقة، بتكون عارف مصيرك، بتكون عارف بلدك، بتكون عارف حاجات كثيرة جدا. لكن لما ما يكون عندك توجيه معنوي والتوجيه المعنوي بيكون كاذب. هسه انا الليله مع عندي 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 ميزه الحمد لله بفتخر بها. كذب ما بعرف اكذب. قوات مسلحه اتهزمت بقول لها انت كذابه اتهزمتي. انتصر بقول لها انت انتصرتي. وانتظروا واني معكم من المنتظرين. فالجنجويد فرحوا قليلا وبكوا كثيرا. وكل الميليشيات انا بوضحكم الرساله اخيرا، لا تفرحوا، انتصاركم انتصار مؤقت مزيف.
يوم يومين، لكن حتهزموا هزايم متتالية ما بعديها هزايم. وأنا بشكر الأخوة في هيئة القيادة الذين استمعوا لكلام الذي قاعد يقوله رضوان أبو قرون. أنا بشكركم وعاجز عن شكركم. وأنا ضد أي تغيير لأي غاية في هالظروف. لا بديل للبرهان، ولا بديل لياسر العطا، ولا بديل للكباشي في هذه الظروف، ولا بديل لأي غاية في قيادة الجيش. نعم تصلحوا أخطاءكم ونصححكم، ونحن نصلح أخطائنا ونصحح نفسنا ونبني بلدنا مع بعض، ونترك كل شغل الخو دفن الدبون والتباطؤ في اتخاذ القرار. أنا ما داير أي زول يتغير، ولا داير بديل غيركم، لكن دايركم ترجعوا لربكم وتخافوا الله بأنفسكم وتصححوا أخطاءكم. ماكم ملائكة ولا أنبياء بتغلطوا، وأنا بغلط. نصحح غلطتنا ونبني بلدنا وننظف التمرد ونرد سوداننا، لكن ما دار بديلنا ولا دار غير البرهان. التحية للسيد البرهان، لأنه أنا ما بغلل مما قدموه، بغلل إمكانياتهم وتضحياتهم. جميعهم قدموا للوطن ما قدموا قبل ما يلدونهم، بيقدموا للبلد، وما بنكر ما قدموه للوطن. هنالك أخطاء، نعم شيء طبيعي، وأسهل حاجة في الدنيا أنت كإنسان تخطأ تغلط، لكن في هذه الظروف أي تغيير بيجي في مصلحة العدو، لأن العقل الآن كره العدو معناته العقل الماشي صحيح. حاجة تجنن العدو، العدو دي أنت ما تغيره، ما تنفذ طلبه، لأنه العدو الآن دائرة الجيش دي قيادات تغيروا عشان يجي وحدين حرامية، ولاهم للمستعمر وراهم لعدو الوطن الحقيقي، ولاهم للميليشيات. الآن أنا بقول لا بديل للبرهان إلا البرهان، ولا بديل للكباشي إلا الكباشي، ولا بديل لياسر العطا إلا ياسر العطا، ولا بديل لقيادة الجيش إلا قيادة الجيش. البديل يحيخ في حاجة واحدة بس، إذا اكتشفتم غاية طابور، وكيف تكتشف الطابور بأدائه. الحرب لها 8 شهور شهر التاسع، أي غاية فرقة، أي غاية وحدة، أي غاية لواء، بتعرفوا بأدائه في العمليات. الوالي بتعرفوا بأدائه في حكومته. إذا قدم فدل يصلح أن يكون قاعد. إذا لقيت خطوته بطيئة وكلامه ما يهو، ونحن عندنا العقل، الله شافه بالعقل ما بالعقل ما شافه بالعين. طوالي تغيروه. تحفظا ما تخونوا، لكن تغيروا عشان تشوف الأحسن. وكما قالت الحكمة، خير في غيره. ولا كيف يا جماعة؟ طيب كيف نكتشف الطوابير في الجيش؟ أنا بقول لك الوطن ده ما حق قائد فرقة، ولا حق قائد لواء، ولا حق هيئة أركان، ولا حق السيد الرئيس البرهان، ولا حق أبو قرون. الوطن ده حق السودان وحق الشعب السوداني، مش كده؟ طيب إلزام علينا جميعا الآن، نحن كأبناء مجتمع سوداني، نتسلح وندافع عن وطننا، ليس عشان برهان ولا عشان علام، لأنه كلنا ندرك أن الغزو الآتي من دول الجوار هدفه تدمير السودان. وأي غاية فرقة عنده مستنفرين ما سلحهم، الأخوة بيتغير، راجعوا نفسكم وراجعوا، ادينا مبرر ما قدر يسلح المصنفرين ليه، ما قدر يسلح المجاهدين ليه. وهنالك ضباط في المعاش، عساكر قدام من زمن سيف العبور، مجاهدين يجدون الحرب والعمليات النوعية الآن ما سلحهم، سلحوهم، ديل أولى بالسلاح من المصنفرين، لأنه قتالهم بيكون أقوى وأشرس إذا علمتم فيهم خير. اي زول جدك قريج وقال يا جماعة ما تجي تشكك وتقول انا اضمنك من وين واعرفك من وين، مش سوداني، معروف اسرته، معروف قبيلته، تسلحوا طوالي.
انت ناس المدافع ما سووا لك حاجه، بزول عندك لايف سيلكشن ما سوي لك حاجه. وابناء البلد مستحيل يدمروا بلدهم مهما كان غبائهم ودرجه الغباء، مستحيل يجي يدمر بيت ابوه ويدمر بيت امه ولا مرقده كذاب، الا زول سكران، زول ما عنده دين مربى برا، زول طابور من الله خلقه خايم ماكل حرام ومشرب حرام. فدي رسالتي للاجهزه الامنيه واخواننا في القوات المسلحه، ورساله للضباط الصف والجنود في كل الفرق والوحدات العسكريه، والله نحن مقدرين مجهوداتكم، والشعب السوداني مقدر مجهوداتكم، لكن تعلمونا اللغه العسكريه والتكتيك العسكري. اللي بتفهموه انتوا شعب ما بفهمه، شعب مستعجل. شعب اتعود انه وفهم انه الجيش ده جيش السودان. والجيش ده بيحميه وبيحمي ماله وبيحمي نفسه. وفجأة تفاجأ وصدم بحرب ما بيعرف قيمتها وحجمها، بتعرفها العسكري. فتحملوا اصبروا. نتحمل الاساءة. نتحمل التغليل من شأننا. نعذرهم لانهم بمروا بظروف صعبة. لأنهم بمروا بظروف صعبة، فقدوا مأواهم، فقدوا أموالهم، فقدوا أبنائهم، فقدوا بناتهم، فقدوا. نحن نتحملهم ونصبر على كل ما يقولوه أبناء الشعب والشعب ضد القوات المسلحة، إكرام الله مصير البلد. نعم، وخلق الإنسان عجولة، الإنسان مستعجل. فنحن ما دارين خطابات ضعاف النفوس أبناء المجتمع تهزمنا، ما تهزم روحنا. نحن بندي في واجب الواحد ان مات فينا بموت شهيد لله تلقى جنه. الجنه الاحسن من الدنيا اللي فيها البشر الوسخانين، ما بتتلاقي بسهوله الجنه دي. اذا مت انت كعسكري بتدافع من اجل غيرك بتموت شهيد. ما تنجروا خلف الكلام الاستفزازي ولا الكلام المهبط، بالعكس ما يزيدنا الا عزيمه واصرار وقوه ترابط. ده المطلوب. وما تشكك في قياداتك. إذا عرفت غايد ده فيه حاجة أمشي بلغ. شوف الضابط الشريف اللي أنت بتعرفه قول له يا جنابه سلام عليك. يا أخوي والله إحنا العدد ده المفترض دوشة نظري أنا نعمل واحد اثنين ثلاثة. وخلي مستحيل كل الضباط في الفرقة والوحدة يكونوا ما فيهم الراي الوطني، مستحيل. فيه. فلا تيأس. بلغ المعلومة والرسالة. كما أمرت أمر إلهي، خاف من ربك ما تخاف من ضابط، خاف من الله بس. ده الآن دايره منه، لأنه اللي بحاسبك تحت التراب ما الضابط ولا الرئيس ولا الغايد، بحاسبك ربك. أنا إحنا حموت، هنعيش مرة واحدة وحموت مرة واحدة. إياك أن تموت وأنت جبان، إياك وأن تموت وأنت جبان، تشوف الحق وما تتكلم فيه وحشان مصلحة ومكسب وحشان تسكت. لا، الموت ده مو بريك وجايك بيت، يمكن يجيك هسي ويجيك الصباح ويجيك هسي. ده ادوك اموال مت خليتها ويرثها غيرك، تسال منها تحت التراب. خلقنا في الدنيا بلا شيء وجارين ورا كل شيء، وجارين وحنعمل ودارين كل شيء، ونسهب من الدنيا بلا شيء ونحاسب على كل شيء. دنيا تفوتها بلا شيء، وجاريت وجابك بدون شيء، وجريت ورا كل شيء، وفعلت كل شيء ورا كل شيء، ورا المال ورا السلطه ورا النسوان، وفي النهايه تمرق من الدنيا دي بلا شيء، وثم تحاسب على كل شيء. كل شيء فعلته تحاسب به. يا جماعه، ايها الشعب السوداني ايها الاخوه، اسال الله العلي العظيم ان لا يجعلنا من المنافقين، وان لا ننتقد اقوالنا بافعالنا. نحن ما دارين ننتقد اغواننا دي بافعالنا. انا رضوان ابو قرون بقيم البشر بافعاله. الكلام الحلو ده كله خلوه، لانه ربنا القران ذكر قال ان المنافقون اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده، يحسبون كل صحه عليهم فحذرهم هم العدو غاطلهم الله ان يفكون. المنافق ده تلقى سمح سماحه كان بد تلقاه جميله جمال لما اطرش. وكان تلقى رايل ولا بت تلقى كلامه حلو 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 يقنعك. ولكن هو من اهل النار. فاجارنا الله واياه. ونصر الله قواتنا المسلحه. وثبتنا على طريق الحق. نحن بنقول كلمه حق اذا متنا نسال عليها.
والبلد فيها الخونة. لكن تعال أنا وأنت اللي اكتشفنا الخاين ده، نتكاتف ونسد مكانته. أنا وأنت المخونة ديل نتكاتف ونسد مكانة الخاين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأدعو الله النصر لقواتنا المسلحة، وأقول خير للقوات المسلحة وأصمتوا. دي المطلوب من الشعب السوداني، والقوات المسلحة منتصرة، وإن لم ينتصروا أمثال بقرون الناس الموجودين في غيرنا سوف ينتصر. بس إنتوا ساعدوا كشعب، ما في جيش بلا شعوب. معنويات الجيش هو الشعب، هزيمة الجيش هو الشعب، شئنا أو أبينا. وأي خطاب خلاف ذلك ده خطاب بتاع زول منافق وبتاع زول من الوطني. وأي زول يقول لك أنت ده جيش كيزان وجيش فلول، شوفوا هو منو ذاته قدم شنو، يقول لي أنت منو قدمت شنو. إذا ماليش الدعم سيري يقول لي أنت شنو وقدمت شنو، أنت غير الدمار والخراب ما قدمت حاجة. دي الكلمة تقول الجنجبتي، سرقت نهبت دمرت شلت عرباتنا وديتنا، ما داري انه مغراطيتك، ما داري منك مدنية، ما يغشوك ولا اولاد بلد كل لابسين سبع عندهم نمشي قريشات قريشات، تقول لها هذه انهم مطابع بالزوير الامارات بتجيبها لهم بتنتهي. فالقيم والاخلاق ليس لها ثمن، والرجولة والنخوة ليس لها ثمن بالمال، والله ما بدي لأي زول. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وحفظنا الله ونصرنا وياكم جميعا. فأنا ما عندي حاجة كثيرة أقول لكم، فلنلتقي إن مضى الله في عمرنا. أنا والله ما دار الظهور ولا دار الإعلام، لكن عزيزين علي والحديث معكم شيخ حقيقة. فتقبلوا منا، يا ريت تشيلوا الكلام بفيدكم ما فيدكم ادعوه. وعندي رسالة للقيادات الأخيرة لهيئة القيادة في الجيش، وللسيد الرئيس عبد الفتاح البرهاني، وللسيد رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الشعب والوحدات العسكرية، حديث بقوله أنا رضوان وأتحمل مسؤوليته. أنا رضوان علي أحمد بقوله لا أرى رئيسا، ما شايف رئيس. إذا الناس كلهم شايفينك يا سيد الرئيس عبد الفتاح برهان أنت رئيس، أنا لا أراك رئيس، أنا أراك عبد من عباد الله. ولاك الله إدارة شؤون عبيده أو حفظ عبيده. أتكون شاكرا طائعا لله أم تكون ناكرا آبقا؟ جميعكم أي زول الله ده سلطة وشايف هو رئيس على الناس وما رئيس، أنت عبد من عباد الله، ما عندك شيء لا بتمسك روح بني آدم لا بتجيب الرزق كله من عند الله. أنت ربنا ولاك لحفظ هذا العبد، لإدارة شؤون هذا العبد، لتوفر له احتياجات العبد، لتوفر له الأمان سبب بس. عبد من عبيد الله، والله كن الله حفظ عبيده، أم تكونوا شاكرين طائعين لله أم تكونوا ناكرين آبقين؟ هذا ما أراه أنا رضوان أبو رضوان. وحفظنا الله وإياكم، وهدانا الله وإياكم، ونصرنا الله وإياكم، ونسأل الله لا يجعلنا من الصم والبكم الذين أن علم الله فيهم خير لكان أسمعهم. تقبلوا تحياتي وتصبحون على خير، ونلتقي إن مضى الله في عمرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.